السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي والزراعي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة. النهاردة مش هناخد درس بعينه، لكن احنا هنتناول موضوعين رئيسيين بيهم كتير مننا. الموضوع الأولاني إزاي تذاكر أقل وتحصل أكتر، إزاي تذاكر بذكاء. الموضوع الثاني اللي هنتناوله هو استعراض لبعض العناوين اللي هيتم دراستها في مادة الفيزياء خلال السنة الدراسية. خلونا نبدأ بالجزء الأولاني، وده يهم مش بس طالب الصف الأول، لكن يهمك في جميع السنوات الدراسية اللي هتمر بيها. إزاي أقدر أذاكر أقل وأذاكر أو أحصل بصورة أكبر، يعني إزاي أقدر أذاكر بذكاء. الكلام اللي احنا هنقوله النهارده مش كلام مرسل، ده كلام نتيجه دراسات تمت تجربتها على العديد من الطلاب علشان يشوفوا المشاكل اللي بيشتكي منها الطالب وهو بيذاكر وازاي نقدر نوجد حلول ليها. لو انا استعرضت مع حضرتك دلوقتي بعض المشكلات، هتلاقي حضرتك في مشكله او اتنين بيواجهوك وانت بتذاكر. مين مننا ما بيمسكش كتاب المدرسه واول ما بيمسكه بيبدا يكبس عليه النوم؟ مين مننا ما بيقعدش يذاكر طول الليل ويصبح الصبح يقول انا مش فاكر اي حاجه من اللي انا ذاكرتها، او انه يبقى موجود جوه الامتحان وفجاه الحاجات تدخل في بعضها فياخد جزء من سؤال او جزء من اجابه، او ما يفهمش اصلا السؤال اللي موجود قدام مني. مين مننا دايما يحس بالوخم لو مسك الكتاب، لكن لو ساب الكتاب وخرج وتحرك بره هيلاقي ان هو النوم راح منه. كتير من المشاكل انت السبب الرئيسي فيها. هل المشاكل دي ممكن تتحل؟ ممكن تتحل وبطريقة بسيطة جدا. انت بتعمل بعض الاخطاء اللي لو ما عملتهاش هتحصل بصورة اكبر. طب هل في وقت معين انا لو ذاكرت فيه مخي هيستوعب الكلام، ووقت تاني مهما ذاكرت عمري ما هفهم الكلام اللي قدامي؟ ساعات بفتح الصفحة واقعد اقراها ولغاية ما اخلص الكلام بيدخل كده من عينيا كده وما بيدخلش لغاية دماغي، او مش قادر استوعبه. طب هل في اكلات معينة ممكن لو كلتها مخي ده يتغذى يبقى كويس معايا؟ كل الكلام ده هنستعرضه في خلال الدراسات اللي تمت على كل الجوانب. تعالوا في البداية نقول حضرتك بيبقس عليك النوم أول ما بتمسك الكتاب. دور بقى على الأخطاء اللي انت بتعملها. أول حاجة، حضرتك ممكن تكون بتذاكر في السرير وانت موضوع السرير ده مرتبط في دماغك بالنوم، فأول ما بتدخل انت مهيئ نفسك ليه انك تنام، يبقى حاول تجد مكان غير السرير بتاعك عشان تبدأ تذاكر فيه، وبلاش اوضه السفر عشان ما تفكركش بالاكل. طيب هذاكر فين؟ انا المكان بتاعي محدود ومعايا اسره في البيت، ليه مكان معين؟ ماليش مكان معين انا اذاكر فيه. طبعا جميل جدا لو انا عندي مكتب خاص بالمذاكره، لكن ده مش متوفر لكسابين. طب ما ذاكرش؟ لا، انا هستعيد عن الموضوع ده باي ترابيزه واخصصها للمذاكره. انا بهيئ نفسي وانا داخل على الترابيزه ان انا هبدا اذاكر. طيب انا ما عنديش مكان اذاكر فيه غير في اوضه نومي، لان مثلا معايا اسره في البيت بتتحرك. برضو الدراسات درست الموضوع ده على طلاب المدن الجامعيه اللي اوريدي اماكنهم فيها كذا فرد في قلب الاوضه، الاوضه بتحتوي على سراير ودواليب وكده. طب اذاكر ازاي؟ اجيب اريا لنفسي او مكان لنفسي اذاكر فيه ازاي؟ استعادوا عن ده بحاجه ظريفه جدا، لمبه. عارفين الاباجوره؟ خلي ليك اباجوره على الترابيزه بتاعتك الصغيره اللي هتذاكر فيها، ولما تبدا تذاكر مجرد ما تحط الترابيزه وتفتح اللمبه انت عملت لنفسك تمهيد، لانك انت دخلت نفسك في حاله الاستذكار. بس كده؟ لا، في حاجه كمان، المكان اللي سيادتك بتذاكر فيه. لو احنا بقى بنذاكر في الشتاء والجو ساقعه، واقفل الشيش واقفل الازاز عشان انا ساقعان، حضرتك بدون ما تشعر بتقفل تجدد مصدر الهواء. حضرتك مع عمليه التنفس هتبدا تخرج منك ثاني اكسيد الكربون اللي هو ناتج عن عمليه التنفس. هذا الغاز لما يبدا نسبته تعلى في الاوضه ده بيسبب لحضرتك الخمول، ويمكن ده بيفسر ان بعد 10 دقائق او ربع ساعه من مذاكرتك في الاوضه بتبدا دماغك تتقل معاك في المذاكره. طيب ده بالنسبه للمكان. طب في وقت معين اقدر اذاكر فيه؟ ايوه، الدراسات اثبتت ان المخ بتاعنا بيفرز ماده، الماده دي بتكون في اوج نشاطها الساعه 5 الصبح لغايه الساعه 10. الماده ديت بتساعدك على عمليه الحفظ، عمليه التركيز، تركيز مخك بيبقى عالي جدا. طب انا ما بصحاش الفجر والفتره دي ممكن اكون متواجد في المدرسه، المخ بيقولك انا هكرر نفس الموضوع بس من 5 ل 10 المغرب. حضرتك عندك 10 ساعات في اليوم تقدر تختار منها الساعه اللي تناسب
نظامك وركز في الفترة دي، لأن التركيز فيها بيبقى عالي جدا. أي معلومة هتذاكرها في الفترة دي هتساعدك جدا 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 على إنك أنت تستوعبها في وقت أقل وتفضل في دماغك. طيب غير كده إيه؟ أنا وأنا بذاكر أعمل جدول للمذاكرة. جدول المذاكرة ده لازم يشتمل على عدد من المواد. يعني لو أنا مثلا محدد لنفسي إن أنا هقعد لمدة ساعة أو ساعة ونص أذاكر، ما ينفعش اقعد الساعه او الساعه ونص دي بذاكر في نفس الماده، لان الدراسات اثبتت ان انت بعد فتره بتبدا تركيزك للماده بيقل، ولنفس المعلومات لنفس الماده ممكن يحدث بينهم عمليه تداخل، فتبدا التعريف مثلا اللي انت بتحفظها بتبدا تدخل مع بعضيها. لكن لو انا عندي ساعه ونص، انا محدد لنفسي ساعه ونص اذاكرها، يستحسن ان حضرتك تذاكر مثلا ثلاث مواد، كل ماده اقصى حاجه ليها 30 دقيقه، لان برضو الدراسات اثبتت ان الطلبه جابوا طلبه من الجامعه كده قالوا لهم اقعدوا ذاكروا وشوفوا، لو ال 10 دقائق الاولانيين تركيزهم عالي، ال 10 دقائق التانيين برضو التركيز مثلا مستمر، في ال 10 دقائق التالتين بدا الاستيعاب او التركيز للماده اللي في ايديهم يقل تدريجيا، يبقى اكتر من نص ساعه يبقى انت بتضحك على نفسك وانت قافل على نفسك باب اوضتك طول النهار وبتقول انا بذاكر، لكن في المحصله انت طلعت بايه؟ طلعت بولا حاجه. طيب هل في أغذية معينة أتناولها أثناء الامتحانات تساعد المخ؟ زي ما قلنا المخ عايز أكسجين من الهواء، المخ عايز فيتامينات تساعده على عملية الايه؟ عملية التركيز. لو أنا قلت لك اسم الفيتامين ده دلوقتي هتقول أنا هروح أشتري من الصيدلية، لا يا سيدي، الفيتامينات دي موجودة في الأطعمة بتاعتنا، نحاول نركز عليها في فترات المذاكرة وخاصة فترات الامتحان. إيه هي الأطعمة دي؟ الأسماك، الدواجن، الفراخ، البيض، وصفر البيض فيه نسبة كبيرة جدا من الفيتامين اللي بيعتمد عليه المخ. طيب لسبب من الأسباب أنا مش هقدر أتناول الحاجات دي، ما بحبهاش، غير متوفرة كل يوم. طيب في حاجة تانية؟ في حاجات تانية ومتداولة وبسيطة، زي إيه؟ زي العدس، زي البروكلي، زي اللب الأبيض، كل دي فيها مواد بتساعد معايا المخ على ان هو ايه؟ انه يعني تركيزه يبقى عالي، وبغذي بيها المخ. طيب بمناسبه التغذيه، اوعى تذاكر وانت جعان. طول ما انت جعان نسبه السكر في جسمك بتبدا تقل، بتبدا تحس بصداع، انا ما بمسك الكتاب واذاكر عينيا بتزغلل وبصدع، لا، انت عشان جعان نسبه السكر عندك قليله فبيبدا يجي لك الصداع. وفي نفس الوقت ما تاكلش وانت شبعان، يعني لا اكل ولا ما اكلش، لا، في فترات المذاكرة بتاعتي ما ينفعش اعتمد في التغذية بتاعتي على الاكلات الدسمة. ليه؟ يعني ما اروحش بقى واكل حلة محشي وبط واكل ملوخية بالثوم وبتاع وارجع اقول انا هذاكر. على الاقل لو انت اكلت اكلة زي دي لازم تنتظر ساعتين بعد عملية الاكل عشان تبدأ تدخل في المذاكرة، لان طبيعة الجسم بيسحب الدم من الاطراف ومنها طبعا المخ، وعشان تعمل عملية الايه؟ عملية الهضم والامتصاص، فبالتالي حضرتك بتحس بالخمول. وجربها كده، ساعات تقعد تاكل وتقول ايه؟ انا بنكت، مش قادرة اقوم من مكاني، ليه؟ كل الدم اتسحب من الاطراف وبدأت تحس ان دماغك تقيله، فهمسك الكتاب وابدا اذاكر وابدا اقول انا بقرا الماده دي ومش فاهمها والماده صعبه، الماده مش صعبه، حضرتك اللي اخترت التوقيت غير المناسب، يبقى عايزين مكان نقعد فيه يتوفر فيه شروط اللمبه الخاصه بيا او الترابيزه الخاصه بيا، بلاش السرير، بلاش ندفي رجلينا، متجدد الهواء، عايزين كمان ناكل اكلات صحيه وسليمه عشان خاطر افيد او اغذي المخ بتاعي، لازم يكون الاكسجين كمان متوفر بصوره كويسه، بالاضافه لان انا ما اكلش اكلات دسمه وتقدر ان هي ايه؟ ان هي تكتم. طيب نقطه تانية، ان انا اما اجي اذاكر الماده نفسها بكذا طريقه، مش في نفس القعده طبعا. يعني انا جيت دلوقتي مسكت كتاب الفيزياء بدات اذاكر وبدات اقرا، بدات عندي شويه تعريف وقريتها، المره دي انا قريت التعريف، طيب المره الجايه لا، انا عايز اجيب بقى اعمل الملخص او للجزء ده، اجيب ورقه وقلم وابدا اكتب التعريف دي. وفي حاجه اسمها الفوتو ميموري، في دماغنا بتلقط صوره للورقه بتاعتي، وهقولها لك عدت عليك امتى. ساعات تبقى قاعد في الامتحان ويجي لك سؤال فتقول السؤال ده كان اجابته في الصفحه اليمين من الكتاب في الجزء اللي فوق، تبقى فاكر المكان اللي كان فيه الاجابه. ولو حضرتك اديت نفسك فرصه انك تركز شويه وانت بتقرا الصفحه دي، كمان الصفحه هتظهر لك فوتو كوبي منها، اي تظهر قدام عينيك وتبدا تفتكر الكلام. طب اعمل ايه؟ هاجي مثلا عندي تعريف،
اكتب راس التعريف او المصطلح العلمي نفسه بلون، والتعريف نفسه النص بتاع التعريف بنفس اللون. زي مثلا هاجي اقول مثلا تعريف الكيلوجرام، هروح كاتب كلمه الكيلوجرام بالازرق، واتي تحت اقول هو كتله لتر من الماء عند 4 درجه سليزيوس بنفس اللون الازرق بتاعها. هيرتبط في دماغي المصطلح نفسه بالتعريف بتاعه. هاجي مثلا تحتيه وعايز اكتب تعريف تاني مثلا وليكن اي تعريف اكتبه هو بنفس الرقم، مثلا تعريف علم الفيزياء، اقول اروح مثلا كاتب علم الفيزياء ده باللون الاخضر، واجي تحت اكتب نفس التعريف بنفس اللون الاخضر، اكتب النص بتاعه هو علم يهتم بدراسه الامواج والجسيمات. يبقى انا دلوقتي ربطت بين المصطلح نفسه وبين التعريف بتاعه، وكده مش هيحصل عندي تداخل بين التعريفات. انا عملت الملخص ده وانا بذاكر، انا بنقله من الكتاب، انا بدي فرصه لعينيا وللقلم ولايديا انها تحفظ معايا التعريف، لاني هقعد مركز في كتابته الفترة. لما اجي اعاود المذاكرة مرة تانية ممكن ابص في ورقة التعريفات بتاعتي. طيب في طريقة تانية للمذاكرة؟ لو انا هاجي دلوقتي بقى اذاكر تاني ممكن ادخل على كشكول المدرسة، هيكون المدرس مثلا عامل لي ملخص، او ادخل على القناة هنا هلاقي في بعض الاساتذة الزملاء بيدرسوا لي كل المواد اللي عندي، هسمع الشرح بتاع الدرس ده مرة تانية. يبقى انا هنوع الاماكن اللي انا هذاكر فيها، مش كل مرة نفس الحاجة. يعني انا لو جيت مسكت الورقة وقريتها لما اجي اعيد عليها ما امسكهاش واقراها مرة تانية، واعدد الطريقة بقى بتاعتي بعد ما انا خلاص خدتها من كذا مصدر، خدتها من كتاب المدرسة، خدتها من على التلخيص اللي انا عملته، خدتها من على القناة بتاعتنا هنا، خدتها من على اليوتيوب. على اليوتيوب اكتب بس اسم الدرس بتاعي وهلاقي العديد من الفيديوهات اللي بتتكلم على الموضوع اللي انت بتدرسه ده بصورة عامة، اخد فكرة بصورة عامة، هتلاقيني فهمت الكلام اللي موجود عندي. طيب. غير كده نعمل ايه بقى؟ نفهم. اهم حاجة عشان احفظ افهم، احنا عايزين نحترم ان في بيننا وبين بعضينا فروق فردية. بعض الافراد عندهم قدرة على الحفظ، انا كان عندي بعض الطالبات كانت تقولي سيبي الكتاب قدام مني لمدة ربع ساعة وامسكي الكتاب سمعيهولي، هي مش فاهمة، هي حفظت الكلام، عندها قدرة او مقدرة على الحفظ. طب حضرتك بقى ساعات تذاكر وتنسى، طب نعمل ايه في اللي احنا ذاكرناه؟ هو المخ دوت محتفظ بالكلام؟ لا، المخ بتاعنا في عنده ما يسمى بالذاكره المؤقته وفي الذاكره طويله الامد. الذاكره المؤقته اللي هو وانت لسه مذاكر الدرس وصبح في دماغك هتقدر انك انت تجاوب. الذاكره طويله الامد اللي مقصود بيها ان انت ذاكرت الدرس الاولاني النهارده، الاسبوع الجاي ذاكرت الدرس الثاني، الاسبوع اللي بعديه ذاكرت الدرس الثالث، وقت ما هتيجي وقت الامتحان هيكون عندك كل المعلومات دي في دماغك. طيب انا ما بعرفش احفظ، افهم ازاي؟ هاي مثلا عندي مثال تعريف المتر، عندي في الفيزياء درس الجزء الاولاني بيتكلم على بعض التعريفات لوحدات القياس ومنها المتر، فاجي الاقي تعريف المتر بيقول لي هو جزء من 10 مليون جزء من المسافة بين القطب الشمالي وخط الاستواء على امتداد خط الطول المار بمدينة باريس. ايه ده، كل التعريف ده هحفظه؟ هقول لحضرتك على حاجه، تعالى نفهمه وهتلاقي نفسك حضرتك هتردد ورايا. لو انا طلبت منك دلوقتي تردد ورايا مش هتعرف، يمكن تقول جمله او اتنين. طيب تعالى نفهم، هو بيقول لك ان انا المسافه بين القطب الشمالي وخط الاستواء دي فيها حاجه؟ ما فيهاش حاجه، بقسمها ل 10 مليون جزء، كل جزء فيهم هو المتر. انا فهمت. طيب في اي حته كده؟ لا، ده اعتمد خط الطول اللي هو واصل بين الاثنين. اي خط طول؟ لا، المار بمدينه باريس، ويمكن ساعتها عشان كان المؤتمر بتاع القياسات موجود في باريس. يبقى اذا انا لو فهمت هقدر ان انا ايه احفظ بسهوله. طيب عندي تعريف مش عايز فهم، هو عايز حفظ، اعمل فيه ايه؟ عندي عده طرق للحفظ. اولا اقسمه، تعريف مثلا زي المتر الذري هو عباره عن عدد معلوم من الاطوال الموجيه للضوء الاحمر البرتقالي المنبعث في الفراغ من ذره الكريبتون 86. ده بقى ان شاء الله يعني افهمه ازاي، ده هو عايز يتحفظ. ببساطه شديده اجزأ التعريف، انا بتكلم على ايه؟ على اطوال، فالطول ده عباره عن ايه؟ عدد من الاطوال الموجيه لمين؟ للضوء الاحمر البرتقالي. اللي موجود فين ده؟ منبعث في الفراغ من مين؟ من ذره الكريبتون. اي كريبتون؟ لا، الكريبتون 86. هلاقي كل جمله بتؤدي الى الجمله اللي بعديها. طيب انا عايز احفظ التعريف، هو احنا بنحفظ الاغاني ازاي يا ولاد؟ انتوا كلكم ما شاء الله عليكم تلاقي الاغنيه شغاله ولسه نازله تلاقي حضرتك بتردد الكلام بتاعها من التكرار. انا دلوقتي لو عندي تعريف وعايز احفظها، كلنا معانا اجهزه حديثه، التليفونات بتاعتنا بتسجل،
سجل لنفسك بصوتك كده كأنك هتغنيها، كأنك هتقولها زي مذيع الأخبار، المهم إن أنا يكون عندي ريكورد ليها على الجهاز بتاعي. وطول النهار انتوا ما شاء الله حاطين السماعات في ودانكم، دليل ماما وماما طول النهار ينادوا عليكم انتوا ما بتردوش، السماعات في ودانكم ولو انها طبعا صحيا مش سليمه، لكن حضرتك بتكوي هدومك عشان تنزل رايح مشوارك رايح مدرستك، وانت بتكوي اسمع، لو انت راكب في المواصلات وبدل اللغط اللي حاصل حواليك حط السماعات في ودانك واسمع، لو انا ماشي مثلا بروح المدرسه ماشي بستغرق 10 دقائق ربع ساعه هحط السماعه في ودني وانا ماشي واسمع، كتر سمعاني وداني هتحفظ معايا. طيب حاجه تانية غير كده، اكتب التعريف. فاكرين زمان في الابتدائي ما كان بيقول يكتب التعريف 10 مرات عشان يحفظه؟ المقصود بيها عمليه التكرار، يبقى كرر بالطريقه اللي تناسبك علشان خاطر تبدا تحفظ المعلومه بتاعتي. طيب نيجي للجزئيه تانية بتواجهنا في المنهج، وهي ان بعضنا ما بيحبش الرياضه، ما بيحبش المسائل الرياضيه، والبعض الاخر بيحبها جدا وبيعشقها. اذا كرهك للماده ممكن يؤثر على تحصيلك ليها. لو انا بحب الرياضه هلاقي الفيزياء بالنسبه لي جميله، لان السنه دي احنا هنتعرض لعدد كبير من المسائل الرياضيه وكمان للقوانين. طب انا لو بحب الرياضه هيبقى بالنسبه لي الفيزياء دي حاجه ممتعه جدا وهقدر اتفوق فيها. طب لو انا ما بحبش الرياضه اخد الستبس اللي تساعدني على اني انا اذاكر الماده ازاي. اول حاجه اني انا اقرا المساله بتاعتي وابدا اطلع المعطيات على جنب، المعطيات دي هيبقى ليها رموز، والرموز دي هنحفظها سوا مع بعضينا، وتكرار الرموز هيخليك تحفظها، اوعى تتخض من شكل المعادلات اللي احنا هنتعرض ليها في منهجنا، ابدا هم العلماء بيبسطوا مش بيصعبوا الامور، يعني مثلا العالم بدل ما يكتب كلمه سرعه سين ر عين ت مربوطه اللي هو بالعربي هو بيتعامل باللغه بتاعته، اللغه الانجليزيه هتبقى اسمها فيلوسيتي، فبرضه نفس العمليه عدد كبير من الحروف فبيختصر الكلام ده كله وبياخد الحرف الاولاني منها، يبقى اذا اول ما الاقي كلمه في هعرف ان هي سرعه. هبدا اطلع المعطيات بتاعتي على جنب، لما برص المعطيات بتاعتي والرموز بتظهر قدام مني على طول دماغي بتربط بينها وبين القانون اللي بيحتوي على عدد الرموز دي. ابدا احط قانوني، ابدا اشيل الرمز واحط قيمته، اصبح عندي معادله رياضيه. الحمد لله انا بقى معايا اله حاسبه مش هعتمد على دماغي، للناس اللي ما بتحبش تحسب هكتب المعادله زي ما هي، والالات الحديثه بتكتب لك المعادله على الاله سواء كانت بالقص بالكسر اي حاجه موجود عندك في المعادله هتنقلها بالظبط على الاله الحاسبه وندوس على يساوي واخد الرقم واحطه، يبقى انا كده حليت المساله. مهم جدا في المذاكره كمان ان انا اتابع اللي انا ذاكرته. هقول لك على مثال، لو حضرتك سمعت درس من المدرس، المدرس سهل جدا والدرس كان بالنسبه لي سهل، وبدات اروح البيت ذاكرته، الحصه اللي بعديها المدرس سالني فيه شفوي هلاقي نفسي هجاوب، طب يا اولاد الحصه الجايه عندنا امتحان تحريري فهلاقي نفسي الدنيا سهله. اوكي. طيب نبدا ان احنا نشتغل على المراجعة أو المتابعة بتاعتي. طيب تعالوا نقول الكلام اللي احنا قلناه دوت ولا أكتر منه النقط شوية مع الشاشة بتاعتي كده، وبص احنا هنتكلم على ازاي أذاكر أقل وازاي أذاكر بذكاء. زي ما قلنا أول حاجة مكان المذاكرة، ما ننساش اللمبة الترابيزة أبعد عن السرير. كمان أنا محتاج عشان خاطر اذاكر محتاج وقت للمذاكره، الوقت بتاع المذاكره اللي هو من 5 ل 10 الصبح ومن 5 ل 10 المغرب. طيب كمان انا محتاج ان انا اذاكر اكتر من ماده في اليوم، وقلنا ان انا لما باجي اذاكر الماده واطول فيها شويه ممكن يحصل عندي تداخل وممكن افقد التركيز فيها. فن الاستذكار او الاختصار، وده ليه مجال طويل معانا، ازاي اقدر احفظ حاجه. طيب خليكم معايا في النقطه دي شويه كده. فن الاستذكار، انا عايز احفظ، فاجي مثلا اروح شايف كده الوان الطيف، ده درس موجود عندنا في الصف الثاني في الفيزياء بيتكلم على الوان الطيف، الوان الطيف بترتيبهم احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي. واخدين بالكم من الكلمه اللي ظهرت تحت دي؟ كلمه حرص خزين. الكلمة دي هي عبارة عن الحرف الثاني من كل لون. ليه ما اخترتش الحرف الأولاني؟ عشان أنا عندي تقريبا أربع ألوان موجودة بحرف الألف.
فلو انا حفظت كلمه حرص خزين هلاقي نفسي الكلمه دي بترتب لي الحروف تبعا لكل حرف بترتيبه كده، الحاء يبقى احمر، الر برتقالي، الصاد اصفر. لو انت حضرتك حفظت بس كلمه حرص خزين هتلاقي نفسك هتقدر تكتب الالوان بنفس الترتيب بتاعها، لان ما ينفعش اللون فيهم يسبق التاني. طيب عندي السنه دي في الصف الاول في ماده الفيزياء قانون، زي ما احنا شايفين وشايفين القانون طويل قد ايه، كميه الحراره بتساوي الحراره النوعيه في كتله الجسم بفرق درجات الحراره. ازاي احفظ قانون زي ده؟ برضو بطريقه ذكيه، بطريقه الاختصار. ازاي؟ الحراره النوعيه يعني بتكلم على نوع هقول نون، الكتله هقول كاف، فرق درجه حراره يبقى دال. لو انا كونت منهم كلمه هلاقي كلمه ايه؟ كلمه نكد. يبقى ده القانون بتاع ايه؟ بتاع نكد. قانون شبيه ليه الحراره النوعيه والكتله بس، فنقول ده كاف ونون يبقى كن. يبقى ساعات الطلبه يقولوا لي احنا هنشتغل على قانون نكد ولا هنشتغل على قانون اللي هو بتاع الكن. في طريقه تانية غير ان انا احفظ كلمات، انا في حاجه اسمها ارتباط في دماغي، حاجه ارتباط شرطي بنقوله في علم النفس، لما في حاجه بتحصل اوتوماتيك انا بحفظ بفتكر اللي معاها. كنت مع الطلبه بتوعي بنعمل مش السقفه السبعيه بقى، السقفه الثمانيه، كنا بنخبط اربع خبطات متفرقه واربع خبطات متتاليه، بمعنى ان انا كان عندي خواص للحركه الموجيه، وخواص الحركه الموجيه دي كانت اجابه لعدد من الاسئله. يعني لما يقول لك ليه الصوت حركه موجيه اقول له عشان بتتوفر فيه الخواص اللي هي كذا وكذا وكذا، ليه الضوء حركه موجيه اقول له عشان بتتوفر ما هي الخواص فاذكرها. هم كانوا خمس خواص، فكنا مع الطلبه بتوعي نقول ايه، نقول احنا هنعمل اربع سقفات او اربع خبطات منفصله واربعه متتاليين. فبدات الطلبه لما نيجي نقول السؤال فيقولوا مش عارفينه، فاول ما اخبط بايدي اوتوماتيك الاقي الفصل كله معايا بيردد نفس الخواص وقدر يحفظها. يعني اقول كده ان الضوء من خواص الموجات ينكسر، ينعكس، يتداخل، يحيط ويسير في خط مستقيم. فانا اول ما اقول اول خبطه اقول ايه، اعمل كده فيفتكره. يبقى انا دلوقتي بربط الكلام ده بيني وبين الايه، وبين الكلام اللي احنا عايزين نحفظه. طيب نكمل مع بعضينا كده. نقطة جديدة عندي في اللي بتخليني أذاكر، تعلم نفس المعلومة بطرق مختلفة، قلنا ممكن أقراها من كتاب المدرسة، من ملخص، من اليوتيوب، من القناة عندنا. طب النقطة التانية اللي أراعيها، إني أنا أفهم زي ما قلنا أي حاجة عندي صعبة إن أنا أحفظها، لو أنا فهمتها هترسخ في دماغي بصورة أكبر. النقطة الجديدة، انتبه تعدد المهام يجعلك مشتتا. يعني ما اقعدش اذاكر وجنبي التليفون رن رساله فافتح اشوف الرساله، افتح على الفيس ادخل كومنت هلاقي نفسي الوقت بتاعي ضاع. العقل السليم في الجسم السليم، لازم اهتم بالتغذيه بتاعتي، وزي ما قلنا في تغذيه صحيحه، التغذيه اللي بتفيد المخ. الرياضه يا اولاد لازم اتحرك، البنات اللي بتقعد طول النهار مثلا على المكان المذاكره لازم افصل واقوم علشان خاطر ايه، اتحرك شويه، ده بيساعد اكتر على اني اتابع عمليه المذاكره. وما انساش ان انا من وقت للتاني اطلع فاصل، اخد فاصل، بس الفاصل ده لازم ما تكونش امسك بقى الموبايل او اتفرج على التلفزيون او افتح الكمبيوتر، لان دوت هيؤرقني ومش هيخليني ارتاح. طيب كمان فكره ظريفه جدا ان انا اقرا بصوت عالي، لان في قراءتي بالصوت العالي انا هحدد عندي حاجتين. اولا اني انا هسمع الكلام اللي انا بقوله، يعني انا دلوقتي شغلت ايه؟ شغلت عينيا وشغلت وداني، انا عايزه اخلي الحواس بتاعتي كلها تحفظ معايا. شغلت عينيا لان انا بقرا، شغلت وداني لان انا بسمع الصوت بتاعي. طيب لو انا مثلا هتعب من ان انا اقعد اقرا الدرس كده انا هنهك. طب خلينا في العناوين الرئيسيه الاول اللي احنا هنقدر نشتغل عليها، ونقول ان انا هقرا العناوين دي بصوت عالي شويه علشان خاطر اسمع وداني واسمع حواسي الاجزاء اللي انا ممكن تقع مني فيها. يلا نكمل مع بعضينا. طب غير كده انا لازم امتحن نفسي من وقت للتاني، يعني انا لو بذاكر او انا حافظ قانون يا ريت احل عليه مسائل، لو انا حافظ حاجه او ملخصها ممكن ابص في الملخص، الرسمه اعيدها تاني. وزي ما قلنا انا لما بطلع فاصل يا اولاد ده بيزود التركيز بتاعي،
عشان خاطر انا لو فضلت تعبان وبدات اذاكر هلاقي نفسي الدنيا صعبه، ما شتتش دماغي انا دلوقتي اما اخلص مذاكره ده انا عايزه اقوم اكلم مين واقوم اعمل ايه واقوم اطلع مش عارفه هدومي في ايه، التشتيت ده ممكن يخليك ما تقدرش انك انت تقوم بعمليه المذاكره بصوره قويه. كمان وسائل التواصل الاجتماعي اللي انا مش عارفه بصراحه بعضها اساميها ايه، الفيس والواتس مش عارفه سمعت فيه انستا وفي انستجرام وفي تليجرام وفي حاجات كده يعني احنا لسه ما شملناهاش كلها، الحاجات دي بتاخد منك وقت طويل جدا، لو انا قلت انا هذاكر وهبص في الموبايل جنبي وهتشتت ومش هقدر ان انا اركز معايا. يبقى انا حضرت مكان الترابيزه بتاعتي واللمبه وفتحت الهواء وكل حاجه ومع ذلك انا دماغي مش معايا في التركيز، لو وصلت للمرحله دي ما تضغطش على نفسك وتذاكر تاني، قوم وغير المكان غير المود بتاعك خد بريك وبعدين كمل. طيب ايه تاني بقى؟ علم المعلومه لمن حولك. طيب النقطه دي يمكن بتنتفي مع المثل الانجليزي اللي كنا بيقولوا لنا واحنا صغيرين 1 باي 1 2 باي هاف 3 باي 9 اللي هو معناه بالعربي يعني ان انت لو ذاكرت لوحدك هتحصل كل المعلومات بتاعتك، لكن لو ذاكرت انتوا الاثنين يمكن هترغوا شويه وهتذاكروا شويه فيعني هتبقى التحصيل بتاعك نص ونص. طيب 3 باي 9 لو انتوا ثلاثه يعني هتفضلوا ترغوا مع بعضكم ومش هتحققوا الاستفاده الكامله. طيب اعمل ايه علشان خاطر ما يحصلش عمليه الالهاء دي؟ انا عايز اشرح النقطه دي لحد. الدراسات اثبتت انك لما بتقوم بشرحها بتثبت معاك المعلومه بصوره كبيره جدا اكتر من انك انت سيادتك تكون بتذاكرها. طيب اعمل ايه؟ المكان اللي انا بذاكر فيه، لو انا مع مجموعه من زمايلي مثلا واحد زميلنا كده شاطر في الرياضيات فانا اجي اطلع المكتبه بتاع المدرسه نقعد فيها، المكان نفسه هيفرض عليك انك انت ما تطلعش اي وسائل الالهاء او انك كنت تتكلموا وترغوا في حاجات غير المنهج بتاعك اللي انت شغال فيه، او ان انا مثلا اشرح للكرسي، اخد الكرسي بتاعي او المخده او اي كائن قدام مني وافضل اشرح لي المعلومه كاني انا اتخيل نفسي مدرس في الفصل وابدا اشرحها، وانا بشرحها يعني بعضها بيعلق في دماغي بصوره افضل كتير جدا. وده نتيجه دراسات، احنا مش بنقول كلام من الهوا، فحاول انك انت تعلم المعلومه للي حواليك. طب لو واحد زميلك مثلا بيعرف يرسم كويس مثلا الاجهزه الكهربيه او الاجهزه اللي موجوده عندك في المنهج وانت بتعرف تذاكر او بتحل المسائل الرياضيه، اعملوا تبادل، تعال وريني الرسمه دي بتترسم ازاي وانا هحل معاك المسائل. يبقى اذا انا دلوقتي ايه؟ لما هو هيشرح لي انا هسمع منه، لما انا هشرح له هو يسمع مني، هو استفاد بانه المعلومه ركزت معاه وانت كمان استفدت بان المعلومه ركزت معاك. يلا نكمل مع بعضينا النقط ويا ريت ان انتوا تستفيدوا بيها. النقطه اللي بعد كده ان سيادتك تكافئ نفسك بعد جلسه المذاكره. يعني انا دلوقتي المفروض انا هلبس وهنزل اروح مع اصحابي، يبقى انا مثلا عندي ساعه ونص، لو خلصتها وخلصت المذاكره اللي ورايا انا هنزل اخرج مع اصحابي، يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ كافئت نفسي، حتى لو حاجه بسيطه، انا هخلص وهقوم اتفرج على فيلم السهر، انا هخلص واقوم افتح اليوتيوب وانزل فيلم واتفرج عليه واعمل بوب كورن وبتاع، انت بتكافئ نفسك، عمليه المكافاه دي رغم ان هي بتبقى بسيطه لكن بتكون حافز ليك في المذاكره. تعالى كده لو انت ماما رايحه مشوار وقالت لك مثلا رايحه فرح ولا حاجه، لو خلصتي مذاكرتك هتيجي معانا، هتاكلي المذاكره اكله وهتخلصيها علشان خاطر تروحي معاها. وصلنا للجزء الثاني من حلقتنا اللي هنتكلم فيه على المنهج الدراسي بتاعنا الترم الاول بتاعي، بيشمل الحركه، الباب الاولاني بيتكلم عن الحركه، هندرس فيها قوانين سبق درستها في الاعدادي، هناخدها المره دي بصوره مختلفه اللي هي بالرموز الرياضيه، هندرس السرعه واحنا سبق درسنا السرعه لكن المره دي انت في ثانوي فهتبقى الدنيا بالنسبه لك شويه أصعب. الباب الأولاني بيتكلم على أهمية علم الفيزياء، تقسيم علم الفيزياء، القياسات، هندرس مع بعضينا معيار الطول، معيار الكتلة، معيار الزمن، هندرس الكمية الأساسية والكمية المشتقة ونعرف الفرق بينهم، كل دي تعريفات اوعى ننسى احنا بنحفظ التعريف ازاي، يعني نكتبها بنفس اللون ينسجلها على التليفون، معادلات الأبعاد ويمكن دي أول سنة نتعرض ليها، هنبدأ ناخد رموز الـ L والـ T والـ M وهنعرف إن الـ L دوت رمز للطول، الـ T للزمن اللي هو الـ Time، الـ M للكتلة عشان اسمها بالإنجلش ماس،
الدروس اللي بعد كده هتتكلم عن وصف الحركة، وهندرس الحركة بصورة تفصيلية، هندرس أنواع الحركة، السرعة، العجلة، هندرس لهم قوانين، معادلات أبعاد، معادلات الحركة. ويمكن ده جديد بقى بالنسبة لنا، مش هنتفاجئ يا أولاد لو أنا بصيت دي المعادلات الرياضية اللي احنا نشتغل عليها. طبعا الرموز شكلها صعب بالنسبة لنا، لكن مع التكرار هتلاقي العملية سهلة. زي ما قلت لكم احنا بناخد حرف الفي اللي هو السرعة، بس أنا عندي في اف وفي نود. هنعرف ان الفي اف دي يعني سرعة نهائية، السرعة الفاينل بتاعتي، في نود دي السرعة الابتدائية. هناخد تعريفها وهناخد مسائل عليها. الاي دي العجلة، طبعا احنا كنا بندرس في الاعدادي بالعربي، فالعجله عين، لا هنا العجله الاسم بالانجلش اسمها اكسلريشن، علشان كده الحرف بتاعي الاي. وطبعا تي تايم، ده شكل تاني من المعادلات اللي هنتعرض ليها السنه دي. وزي ما احنا شايفين الرموز بتبدا تتكرر فيها، عندي زياده هو حرف الدي اللي هو الديستانت المسافه، ودي المعادله الثالثه. يبقى انا عندي 3 معادلات للحركه، هنحل مسائل رياضية عليها. كمان السنة دي هندرس قوانين نيوتن، هندرس القانون الأول لنيوتن وتطبيقاته، القانون الثاني وإثباته وصيغته الرياضية والمسائل عليه، وهندرس القانون الثالث والتطبيقات بتاعته. من خلال دراستنا لقوانين نيوتن هنقدر نفسر ليه أنا لما الأتوبيس بيطلع لقدام أنا بندفع إلى الخلف، أو ليه لو أنا عندي دولاب تقيل جدا ما أقدرش إن أنا أحركه بسهولة. كمان هندرس مع بعضينا فكرة عمل الصاروخ ومراحل انطلاق الصاروخ كتطبيق على قانون نيوتن الثالث. بالإضافة لكده احنا هندرس الحركة الدائرية اللي هي حركة الجسم في دائرة، برضو هندرس القانون الرياضي ليها. يمكن هلاقي فيه بعض الرموز اللي اتكررت من المعادلات الأولانية، وفي حاجات جديدة زي حرف الإف ده اللي هو بيرمز للقوة، عشان القوة بالإنجليزي اسمها فورس. خلاص احنا عرفنا الفي، عرفنا الام. تكرار المعادلات يا اولاد هتلاقي نفسك انت بدأت تحفظ الرموز وتبدأ تحل بيها، ودي بتجيب لي مسائل رياضية. قانون الجذب العام وتطبيقاته، برضو القانون ده ليه صيغة رياضية، وطالما عندي صيغة رياضية يبقى هيبقى عندي مسائل رياضية اقدر ان انا احلها. الكتاب مليان بالمسائل وبالافكار. من تطبيقات قانون الجذب العام طريقة إيراتوسثينس لإيجاد نصف قطر الأرض عن طريق التعويض في المسائل أو في القوانين الرياضية، عشان أقدر بالتحديد أقيس نصف قطر الأرض. طبعا عشان في صعوبة إن أنا أدخل لغاية نصف قطر الأرض عشان أقيسها. كمان هندرس طريقة البيروني، العالم البيروني اللي برضو قاس نصف قطر الأرض بالمنقلة، قاس نص قطر الارض باداه بسيطه جدا تشبه المنقله اللي انا بشتغل بيها في الهندسه، وعن طريق القياسات بتاعته بدا يرسم رسم هندسي ومنه قدر يجيب نصف قطر الارض. هندرس كمان ازاي اوجد كتله الارض، طبعا من غير ما استخدم الميزان. كل الوحدات اللي انا هشتغل فيها او المعلومات اللي هجيبها عن الكره الارضيه طبعا هتبقى عباره عن التعويض في قوانين. كذلك هندرس ازاي نوجد حجم الارض برضو عن طريق التعويض في القوانين الرياضيه. هينتهي معانا الترم الاول بطاقه الوضع وطاقه الحركه، تعريفاتهم والقوانين الخاصه بيهم. يلي ذلك الترم الثاني هنقوم بدراسه التصادم. عندي نوعين من التصادم، هندرس التصادم المرن وبرضو هناخد التعريف بتاعه، التصادم غير المرن. وما ننساش لما اجي احفظ التعريف اعملها باي طريقه بتناسبني، سواء كانت بالسمع او بالتكرار وبالالوان. هندرس التصادمات وازاي ممكن يكون الجسمين في اتجاهين مختلفين، وده بيأثر ازاي على التصادم بينهم. هندرس كميه التحرك، وطالما ظهر عندي قوانين يبقى اذا انا برضو عندي هنا العديد من المسائل الرياضيه. لو احنا بصينا كده هلاقي نفسنا بعض الرموز اتكررت تاني زي الام وزي الفي. خلاص انا عرفت من القوانين الاولانيه ان انا لما بشوف حرف الفي معناها ان هو دي سرعه، بشوف الام بتبقى كتله،
قانون آخر، عشان طبعا كل مسألة ليها فكرة خاصة بيها، وهنا اختياري للقانون هيعتمد على المعطيات بتاعتي، ودي هناخدها عن طريق التدريب وعن طريق حل العديد من الأفكار. في بعض التجارب عندنا اللي هي خاصة بالتصادم، الدفع، يعني ايه دفع برضو ليه قانون خاص بيه، وبما ان ليه قانون يعني عندي مسائل عليه، مسائل رياضية. والدفع اللي هي اللي هو اتجاه الجسم في اتجاه وارتداده في الاتجاه المضاد. الوحدة التانية بقى من ألذ الوحدات اللي هندرسها السنة دي، وهي بتتكلم على الحرارة، درجة الحرارة. هنعرف معلومات يمكن كانت تبدو بالنسبة لنا طبيعية، هندرس التدريج في درجة الحرارة، هندرس وحدة قياس الكلفن والسليزيوس والفهرنهايت، بالإضافة لأن أنا هاخد بعض المسائل اللي أقدر فيها أحول من تدريج لآخر، أحول من الكلفن للسليزيوس ومن السليزيوس للفهرنهايت أو من الفهرنهايت للسليزيوس. هدرس أنواع الترمومترات، عندي ترمومتر السوائل هدرس الخاصية بتاعته والمثال أو المادة الترمومترية اللي موجودة فيه، هدرس ترمومترات الترمومتر الغازي برضو الخاصية بتاعته والمادة الترمومترية، الترمومتر البلاتيني برضو هدرس الخواص بتاعته وهدرس المادة الترمومترية، وهيجي لي فيهم مثلا ممكن يجي لي صورة مقارنات أو أسأل على الخاصية الفيزيقية لكل منهم، وطبعا القوانين الخاصة بيهم، ده القانون الخاص بالترمومترات السوائل، ازاي اقدر احسبها، احسب الدرجة عن طريق ان انا اعرف طول العمود اللي موجود جوه الترمومتر، ده قانون لترمومترات الترمومتر البلاتيني اللي انا بحسب المقاومات بتاعته، وده قانون للترمومتر الغازي واللي بيعتمد على حساب ضغط الغاز. زي ما احنا شايفين القوانين ممكن تخدنا، لا الدنيا سهلة جدا، وهتلاقي متعة في حل المسائل الرياضية الخاصة بالفيزياء. حضرتك بس من المعطيات او في كلمة بنسميها الكي بتاعي او المفتاح اللي انا اول ما بشوفه في المسألة بقدر احدد بيها القانون اللي انا هشتغل عليه. الطاقة الحرارية، هندرس فروض النظرية الجزيئية وكمان طرق انتقال الحرارة. كمية الحرارة، هندرس الحرارة النوعية، تعريفها، قانونها، مسائلها، العوامل اللي بتتوقف عليها، بالإضافة للسعة الحرارية برضو التعريف بتاعها. عندنا برضو مسائل رياضية خاصة بيها، دول القانون بتاع النكد ولا كون اللي كنا بنقول عليه في الأول، إزاي أنا أختصر. تغيرات الحالة اللي احنا درسناها في الابتدائي اللي هي الصلبة والسائلة والغازية، وكيف يمكن تحويل من حالة إلى أخرى. هنضيف عشان سيادتك بقيت في ثانوي تعريف جديدة، الحرارة الكامنة للتصعيد والحرارة الكامنة للانصهار، وتعريفاتهم برضو زي ما قلنا ممكن ان انا افهمها او اجزأها او اكتبها بالالوان علشان خاطر تساعدني على الحفظ، او اسجلها على الموبايل بتاعي. وهنختتم الدراسة بتاعتنا بدراسة الثلاجة الكهربية، فكرة عملها ووظائف الأجزاء أو التركيب بتاعها. مادة الفيزياء عندي السنة دي مادة جميلة ورائعة، هتبدأ أنت بقى حضرتك تخرج من الإعدادي وتبدأ تتجه إلى الإيه؟ إلى الثانوي. ما تخضش منها، هي زي ما قلنا كده، انا دلوقتي عندي ماده وات ايفر الماده اللي قدام، ايا تكن الماده اللي قدام مني، سواء كانت فيزياء، عربي، اي ماده انا بدرسها، لو انا طبقت عليها الخطوات اللي احنا قلنا عليها اللي هي من اول مكان المذاكره، تجدد الهواء، اكل سيادتك، ميعاد مذاكرتك، ما تشتتش نفسك، اطلع فاصل، اطلع فاصل من اللي انت فيه علشان خاطر تقدر ترجع تاني لمكانك، مذاكرتك لا تتعدى 30 دقيقه لاي ماده. ما تقولش انا هقعد امسك الماده واقعد 3 4 10 ساعات اذاكر فيها وتحبس حضرتك نفسك في الاوضه على اساس ان انت كده حسيت ان انت عملت اللي عليك، وفجاه تطلع تقول المعلومات كلها دخلت في دماغي. يبقى انا وانا برتب مذاكرتي ان شاء الله في بدايه الترم ابدا اشتغل من اول الترم لغايه اخر الترم بنفس الطريقه، انا مش هجهد نفسي، انا مش عايزه من حضرتك اكتر من ساعه او ساعه ونص في اليوم، مش اكتر من كده.
ممكن تزيد وقت لما تدخل على الامتحان. طيب هقول لحضرتك على حاجه يمكن تتذكرها كده، لما بتدخل السنه الدراسيه في الاول بيبقى عندك حافز، واول درس بتاخده من المدرس بترجع تذاكره وتحل الواجب بتاعه، وكشكل بقى الجميله النظيفه الشغل بتاعنا كده، بتفضل الدرس ده معاك لغايه اخر السنه، هو ده الدرس الوحيد اللي انت فاكره. يمكن لو المدرس قال لك هسألك شفوي وتقول له حضرتك اسألني في الدرس الاولاني، ليه؟ هو موجود في دماغك برغم ان انت خدت بعد كده دروس تانية يعني أقرب، لكن أنت ما زلت فاكر. ليه؟ الدرس الأولاني ده اتحط عندك فيما يسمى بالذاكرة الدائمة. ليه؟ لأن سيادتك أخدته، سمعته، ركزت، عندك حافز إنك تذاكره، روحت والمعلومة لسه في دماغك وصوت المدرس لسه في دماغك، بدأت تتعامل مع الدرس ده وتشتغل عليه وتكتب. يبقى إذا في الحالة ديت أنت ركزت على المعلومة وخدتها بالراحة، ففضلت علقة في ذاكرتك. بعد كده بيحصل عندك تداخل. ازاي؟ انا بدأت اخد بقى درس ومن هنا ودرس من هنا، ومدرس كترت عليا المواد، انا مثلا كطالب مثلا مش هاخد وقتي كله في المذاكرة، انا في حاجات تانية محتاجاني في البيت، محتاجني لو انت بنوتة كده البيت محتاجك، هننزل هنروح مشاوير، هقعد مع اصحابي، في وسائل الهاء كتيرة جدا بدأت تاخد حيزها وتطغى على المذاكرة. طيب حاجة كمان، ان انا دلوقتي المتابعة بالنسبة لي يعني انا ذاكرت والمسألة دي بعرف احلها، عارف لو ركنتها شوية وترجع تحل بتجد فيها صعوبة. الصعوبة دي جت منين؟ نتيجة انك انت اهملتها. لكن انت لو كل اسبوعين ثلاثة مسكت مسألة وحلتها هتلاقي نفسك ايه؟ لسه فاكر. لو مسألة جديدة كده وفكرتها مش عارف تحلها وحاولت معاها وما جاتش ورحت سألت المدرس بتاعك، خلاص استحالة المعلومة دي هتفضل في دماغك، عمرها 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 ما هتنمحي، وهتدخل جوه الامتحان وتقول اه ده السؤال ده اللي حصل فيه كذا وكذا. طيب انا ما بعرفش احفظ، ما عنديش ملكة الحفظ، قلنا الوسائل اللي هتساعدنا في عملية الحفظ، سواء كنت هسجل على الموبايل، هكتب الورقة نفسها يا ولاد، الورقة اللي انت سيادتك هتكتب فيها الملخص بتاعك اللي هتلجأ ليه وقت الامتحان، انا بملاها كل مرة باخد معلومة بروح للورقة بتاعتي وبحطها. يعني ايه؟ مثلا هجيب كشكول او اي ورقة مثلا عندي، وهبدأ انا النهارده الدرس بتاعي اخدت فيه تعريف، هروح جري واحطه بلون. طيب الدرس اللي بعديه ما خدتش، خلاص الدرس اللي هياليه هاخد فيه تعريفين هروح احطهم. طب خلصت الاقلام الجاف، انا ممكن اجيب علبه الوان، دي بتساعدني جدا في التركيز عشان الفوتوميموري اللي احنا قلنا عليها، ابدا اكتب التعريف بتاعي بالالوان. الورقه دي هتفضل بشكلها بالوانها بالشكل بتاعها عالق في ذهني. زي ما احنا استعرضنا المنهج كده عندي حاجات كتيره زي الرموز. طب انا ممكن اعمل جدول وكل رمز اخده اروح جري اكتب، مثلا اكتب النهارده انا خدت السرعه، فهكتب في خانه الكميه الفيزيقيه كلمه السرعه، وفي الخانه بتاعت الرمز هكتب الفي عشان ابقى عارف ان السرعه دي عباره عن ان هي في. طيب انا عندي قانون بيقول لي ان الفي دي عباره عن ان هي ايه؟ عباره عن ان هي دي على تي، ده القانون الرياضي، اروح كاتب القانون الرياضي جنبها وخلاص خلصت الدنيا، انا كتبتهم في دقائق. بعديها بحس خدت العجله، العجله اكسلريشن رمزها ايه؟ اروح حاطه الايه؟ اوكي؟ يبقى اذا انا دلوقتي بعمل ايه؟ بحفظ وبحفظ نفسي الرموز على بال ما اخلص السنه بتاعتي هلاقي عندي هي عباره عن قطعه من الورق فيها الالوان بتاعه الكميه الفيزيقيه والرمز بتاعها. طيب يبقى اذا انا بتحايل مع نفسي علشان على نفسي عشان خاطر استوعب المعلومه، زي ما قلنا ما انساش تجديد الهواء، اكلك، ما تشتتش نفسك، اعمل ملخصات، ذاكر، ادخل على اليوتيوب يا جماعه. لو انا عندي مثلا بتكلم على السرعه هدخل على اليوتيوب واكتب كلمه السرعه، هلاقي العديد من الفيديوهات والحاجات دي ساعات بتعلق في الذهن يا اولاد، ان انا اشوف فيلم قدام مني، يعني مثلا تصادم السيارات، انا ممكن اقول المثال تصادم السيارات، لكن لما بشوف العربيتين بيخبطوا في بعض المعلومه شويه بتقرب او بتركز معايا في دماغي. الفكره بتاعت الاختصارات، انا عندي زي قانون النكد وقانون كن وحرص خزين، كل دي كلمات يمكن انا من 40 سنه فاتت كده ايام ما كنت في الثانويه العامه المدرس بتاعي حفظنا في ماده الجيولوجيا تقريبا كانت الحقب، انا لغايه الان من 40 سنه فاكره الكلمه اللي هو قالها لنا
برغم ان طبعا اكيد نسيت الحقب بعد ال 40 سنه، بس قد ايه الاختصار بتاعه، قد ايه ما زلت متذكره له وهو بيقول الحقب باربر باميسي، بنت اسمها باربر وباباها اسمه باميسي، فنحفظ الكلمه عشان خاطر تقرب، حرص خزين هقدر احط كل الايه كل الرموز. انت فكركم اكبر مننا، يعني ممكن انت تخترع حاجه، ويا ريت لو عندكم معلومات او طريقه انتوا يعني قمتوا بيها او عملتوها وجابت معاكم نتيجه، يا ريت نفيد بعضينا ونتواصل في ان احنا نعرف غيرنا المعلومات دي. زي ما قلت الكلام بتاع النهارده مش كلام مرسل، مش كلامي انا، مش اجتهاداتي، لكن ده عباره عن دراسات عملوها على العديد من الطلبه اللي كانت بتشتكي زي حضرتك من انها لما بتمسك الكتاب بتنام، لما بتذاكر حاجه بتنساها. انا والله كنت مذاكر الدرس دوت وقته، لكن انا دلوقتي في الامتحان مش فاكر. عمليه التداخل، انا حافظ التعريف فكتبت التعريف سطر من التعريف الاولاني وسطر من التعريف الثاني. الالوان تظبط معاك الجزئيه ديت. انت حاول تفهم وحاول تفهم اللي حواليك، حاول تشرح للي حواليك، علشان خاطر ايه، يبقى في هنا عندي عمليه ايه، تعلم متبادل بينك وبين زملائك، ده بيقوي العلاقه والرابطه بينكم، وفي نفس الوقت انت طالع مستفيد. جرب كده اشرح جزء لزمايلك، هتفضل الجزء ده هو اللي مرتبط بيك اكتر من اي ماده تانية ممكن تكون ذاكرتها. يعني احنا النهارده استعرضنا مع بعضينا طرق المذاكره، ازاي اذاكر اقل واحصل اكتر، ازاي اذاكر بذكاء، واستعرضنا عناصر المنهج بتاعنا ان شاء الله في ماده الفيزياء. ماده الفيزياء من المواد اللي قد يجد بعض الطلبه ان هي صعبه شويه، لكن حضرتك جرب كده، لما تحب الماده هتبقى شاطر فيها، والعكس صحيح. بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك خدت الدرس النهارده، روحت ذاكرته، المدرس قال لك انا عايز الكشكول بتاعي، فانت مسكت الكشكول كتبت الدرس ورسمت الرسومات وكشكولك كان تمام وواجباتك تمام. هتنام طول الليل تفكر انك يعني يا ريت النهار يطلع، ويا ريت اروح المدرسه عشان انتظر حصه المدرس عشان اديله الكشكول بتاعي ويقولي انت تمام. المدرس لما هينبسط منك انك عملت الواجب، انت نفسك هتحس انك انت شاطر، وعشان شاطر انت هتحب الماده وهترجع تذاكرها. مين المستفيد هنا؟ حضرتك. طيب لو انا، خلينا نقول العكس، لو حضرتك عندك مدرس مديك واجب او حاجه معينه المفروض تعملها، رسمه هترسمها، مساله هتحلها، وحضرتك ما عملتهاش، هتصبح الصبح يمكن مش عايز تروح المدرسه، ولو رحت المدرسه تقول يا رب المدرس ده يكون غايب النهارده، ولو جه المدرس هتقعد في اخر ديسك ورا، وطبعا المدرس لما هيلاقيك مكسر، لو وجه لك اي كلمه او ادالك درجه ضعيفه لانك ما عملتش الواجب بتاعك، انت هتكره الماده دي. صدقني لما هتروح عمرك ما هتذاكرها، وهتفضل طول عمرك تقول الماده ديت تقيله على قلبي ان انا ذاكرها. اذا حب الماده تحبك، يعني اذا اهتميت بالماده الماده هتديك كل اسرارها. لو انا عندي بالنسبه لي الفيزياء فيها مشكله في التعريفات زي ما قلنا حليناها، طب في المسائل لو انا مش شاطر في الرياضه او ما بحبش الرياضه، التكرار التكرار التكرار، لو حليت المساله مره وجيت فكره تانية حليت، هبدا اشغل دماغي، والعمليه بسيطه جدا جدا. في حاجه اسمها في المسائل، وده اللي احنا هنتدرب عليها خلال السنه، المفتاح بتاع المساله. يعني اول ما يقول لي جسمي يتحرك بسرعه، يبقى انا خلاص اقول ان كلمه سرعه دي يعني في، يبقى انا حطيت معايا حرف الفي، يبقى المعادله اللي انا هشتغل بيها لازم هتكون بتحتوي على حرف الفي، ما ينفعش اعمل معادله ما فيهاش حرف الفي. قطع مسافه مقدارها مسافه يعني دي، يبقى قانوني لازم يحتوي على حرف الدي، ما ينفعش اشتغل على اي قانون حتى لو كان فيه الفي طالما ما فيهوش الدي. بالتدريب انا هقدر اني انا احل. ما ننساش كمان اني انا الجو اللي حواليا او الاريا اللي انا بشتغل فيها او جو المذاكره اللي هيساعدني على المذاكره، ده ليه عامل. الاكل اوعى ننسى، عندنا السمك، الفراخ، البيض لو ما بتحبهمش او مش متاحين، عندنا العدس، عندنا البروكلي، عندنا اللب الابيض، كل دي اغذيه بتروح للمخ، لازم ندي مخنا الغذاء بتاعه السليم، الاكسجين المتجدد، ما ذاكرش في مكان يكون مقفول. طيب مساله ان انا اطلع فاصل في المذاكره دي حاجه مهمه، يعني ما يقولكش انت سايب مذاكرتك وقايم تلعب، لا، انت يعني ما ينفعش ان انا اقعد في اوضتي 5 6 ساعات اشتغل واقول انا كده انا عملت اللي عليا، لا، انت ممكن نص ساعه وسيب المكان واخرج، سيب المكان واخرج، روح مثلا اشرب عصير،
اقف في البلكونه، كلم افراد اسرتك، اتحرك في قلب الشقه، اعمل تمارين رياضيه الولاد كده، الحركه التمارين الرياضيه دي بتنشط المخ جدا. وارجع بقى تاني مكانك هتلاقي نفسك الطاقه بتاعتك اختلفت كتير جدا وعليت عن ما كنت انت لسه سايق، ده انت كنت لسه خلاص كانت دماغك قفلت معاك. وابدا اخد ماده تانيه، وليكن مثلا وانا بعمل الجدول بتاعي هاخد في الاول ماده انا بحبها، فهتبقى فاتحه نفسي على المذاكره مش هتضايق. هطلع بريك وارجع لماده شويه انا حاسس ان هي صعبه، طيب ايه درجه صعوبتها؟ انا مش مذاكرها ولا انا مش فاهمها ولا انا مش ما بحبهاش. حدد نفسك الماده دي انت سيادتك مش عارف تذاكرها ليه. ماده الفيزياء انا ما بحبهاش عشان فيها رياضيات، ما بحبهاش عشان فيها معادلات، ما بحبهاش عشان فيها تعاريف، ما بحبهاش عشان هي مادة علمية وانا ما بحبش الحاجات العلمية، انا بميل مثلا للحفظ. طيب خلاص اوكي انا عايز اعمل اللي عليا فيها، التعريف اللي قدام مني افهمه هيبقى سهل خير وبركة وهيبقى درجة احتفاظي بيه فترة اطول، مش عارف افهمه احفظه. احفظه ازاي؟ بالطرق الطريقة اللي تناسبك انت، لان احنا يا ولاد في بينا وبين بعضنا فروق فردية. يعني انا ارجو ان احنا نكون استعرضنا الموضوع دوت النهارده بصوره افادتكم، واتمنى لقائكم قريبا في دروس المنهج الدراسي القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.